كتاب ديال هشام نصي مذكرات كفر مغربي ولا حوار مع المسلم ليفيا، اغلب ديال المثقفين كيعتبروه مخيب للامال، لانه على جوج الاسباب، لانه تكتب بالدارجه اولا، الحاجه الثانيه لانه كان على شكل بيوغرافي وحمولته المعرفيه شبه منعدمه. ولكن الهدف من الكتاب بحالو بحال اي بيوغرافي ماشي بالضروره انها تعطيك شي حموله معرفيه ولا حجج فكريه ولا. الهدف من الكتاب انه كيسرد التجربه ديال واحد الشخص بالتفاعلات النفسيه اللي مر منها كامله، وكيتقاسم معك التجربه ديالو، وهي التجربه الدينيه كتبقى تجربه ذاتيه، كل واحد كيعيشها بوحده سواء المؤمن ولا الملحد، تجربه غير قابله للاستيراد ولا للتصدير. اليوم الناس ما يبقاو يقراو كتب ديال التنميه الذاتيه، كتب ديال الروايات، احتراما لذاك النوع ديال الكتابات، ولكن كنظن الناس بغاو يناقشوا الافكار. يعني هشام نوستيك في المذكرات اللي هو كتب الاول قريته حتى هو، يعني كنذكر فيه كتاب مليء بالافكار، افكار اللي تقدر تكون محرومه في المجتمع ديالنا. لا باس اننا نناقشوا السيد كفكره، كنظن ان الافكار ديالو خصها تناقش اكثر ما اننا نهاجموا الشخص، نهاجموا الافكار. من بعد ما قريت الكتاب الاول ديالو اللي كان فعلا رحله شاقه لواحد الانسان اللي كبر في دروبه وعاش يعني واحد المعاناه اللي حكى عليها في مدينه القنيطره، وحاليا عجبني الكتاب الثاني. انا اصلا كنطالب ديما، كنت كنطالبو في اللايفات ديالو امتى غادي يخرج الكتاب، امتى غادي يخرج، وصدعت ليه راسو فعلا. والكتاب هو حاليا هو بين يدينا، وهشام نوستيك راه فريمون راه معلم للناس بزاف، تعلمنا منه بزاف.